ساعة بعد ضربة أصفهان، استهداف جديد لعناصر من الحشد مرتبطة بإيران في العراق ببصمات إسرائيلية. حركة فتح تعلن الإضراب الشامل وتدعو لتصعيد المواجهات في الضفة الغربية غدا الأحد بعد مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية بطول كرم. إسرائيل تشن عشرات الغارات في غزة وتطلب من واشنطن تجديد مخزوناتها من الذخيرة من أجل القطاع وإيران. تحذير أممي من استمرار عرقلة دخول المساعدات للفاشر، وأكثر من 800 ألف شخص معرضون لخطر الجوع والعنف في السودان. رؤساء تونس والجزائر وليبيا يلتقون الاثنين في أول اجتماع تشاوري بدعوة من الرئيس قيس سعيد. تحية طيبة وأهلا بكم في جولة إخبارية من ساعتين أقدمها لكم أنا حسام جبالي. شهدت الساحة العراقية بالأمس تضاربا بالروايات بين الرسمية وشبه الرسمية حول ماهية ما حدث في معسكر كالسو شمال بابل. خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين في انفجار وحريق داخل المعسكر شمال بابل، مشيرة إلى عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبيل الانفجار وفي أثنائه. أما الحشد الشعبي العراقي فأفاد بأن الانفجار الذي استهدف القاعدة نتج عن هجوم بالفعل. نقلت وكالة شفق نيوز في وذلك عن مصادر في فصائل عراقية مسلحة القول إن الفصائل دخلت في صمت إعلامي إلى غاية عقدها اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بشأن مخرجات اجتماعاته في واشنطن حيال إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقالت مصادر الوكالة إن هيئة تنسيقية لتلك الفصائل أعطت توجيهات بعدم إعطاء تصريحات إعلامية حتى بخصوص الانفجار الذي طال أحد معسكرات الحشد الشعبي في بابل. وأضافت المصادر أن الصمت الإعلامي سوف ينتهي بعد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء، حينها سيكون للفصائل موقف معلن بشأن استمرار إيقاف عملياتها ضد القوات الأمريكية أو استئنافها. مباشرة إلى بغداد للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في هذه الجولة المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الأستاذ معن الجبوري. أستاذ معن تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطيتنا المستمرة للملف العراقي. إذا ما أبعاد الصمت الذي اتخذته الفصائل العراقية حتى الآن، وبرأيك هل من الممكن أن ينتج عنه أي من القرارات بعد الاجتماع مع السيد السوداني؟ وماذا أيضا عن التصريحات المتضاربة بين كل الأفرقاء في الحشد منذ بداية الضربة؟ طيب يومك أستاذ حسام والسادة المشاهدين. التخبط الذي حصل منذ السويعات الأولى للضربة، وأيضا كنا في تغطية من خلال شاشتنا الموقرة عن محاولة قراءة المشهد نتيجة المعطيات التي حصلت على الأرض، كما أن أثناء رحلة السوداني وهو في الطريق قامت إيران بضرب العمق الإسرائيلي، وحصل العكس عندما عاد السوداني قامت إسرائيل بضرب إيران، واتهمت إسرائيل حينها ميليشيات وفصائل مسلحة عراقية بضرب إسرائيل أيضا، أي التعاطف مع إيران وتقديم التسهيلات
ودخولها مباشرة على خط الأزمة ما بين إسرائيل وإيران. هذه كلها أعطت حقيقة مؤشرات على أن إسرائيل هي التي قامت بالعمل، إذا ما استبعدنا الجانب الأمريكي كون الرئيس رئيس الوزراء السوداني كان لتوه عائدا من إيران ولا من أمريكا عفوا، ولا يمكن لأمريكا أن تقوم بهذه العملية. إذن المرشح هو إسرائيل نتيجة هذه المعطيات. التخبط الذي حصل، كثير من التصريحات صدرت من هذا المسؤول أو ذاك، هذا الفصيل أو ذاك، بأن إسرائيل وأمريكا المتهمان بهذه الضربة، لكن أمريكا نأت بنفسها طبعا، وإسرائيل من ناحية مخابراتية لا يمكن أن تعلن مسؤوليتها بهذه السهولة، لأن الضربة حتى إذا كانت من إسرائيل هي لا يمكن أن تكون إلا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. الأجواء العراقية أستاذ حسام ويعلم المشاهد الكريم تحت سيطرة الطيران الأمريكي والأجواء الأمريكية في المنطقة جميعا تقريبا الشرق الأوسط، فلا يمكن لإسرائيل أن تضرب في العمق العراقي وبالتحديد هذه الواقعة الجغرافية، أقصد في الحلة، دون أن تعلم أمريكا بأن إنها سوف تقوم بالعمل. على هذا الأساس صدرت التوجيه. السوداني لا يريد أن يحرج أمام الجانب الأمريكي، يريد أن يطلع على حيثيات التحقيق الذي حصل، وإن كان تحقيق أولي، حتى عندما أعلنوا أنها انفجار داخلي لا توجد هناك تفصيلات، أي لا يوجد تفكيك للمشهد، فاضطروا إلى التريث بعد حتما هناك اتفاق مع السيد السوداني أنه سيجتمع بهم وسيتخذون القرارات. لكن أعتقد أن موقف الفصائل الحقيقة سيكون أكثر تشددا، وستعود دائرة الضربات الموجهة ليس بالضرورة إلى المصالح الأمريكية، وإن لا أستبعد ذلك، لكن حتما سيكونون طرف إلى جانب إيران في ضرب إسرائيل. أستاذ معني، يعني الحقيقة العديد من النقاط شديدة الأهمية أثرتها، إن سمح لي الوقت سأعود لنقاشها معك، ولكن في جزئية السيد السوداني، لماذا هذا الربط؟ لماذا هذا الانتظار للجلوس معه؟ هل هناك تشكيك بإمكانية معرفته، أم هناك بالفعل إرادة للاطلاع عما جرى في واشنطن؟ أستاذ حسام، حتى الآن الفصائل طبعا على رأس الأحزاب السياسية والحكومية والقوى الأخرى المساهمة بالدولة تريد أن تسمع مباشرة من السيد السوداني ما تم تحقيقه من الرحلة. نحن لا يمكن الاعتماد على الإعلام في هذا التصريح أو ذاك، لأن نعلم أن هناك إعلام مرافق وموالي إلى السيد السوداني، وهناك إعلام مضاد دائما يعطي الصورة السلبية لهذه الزيارة. إذن هذه القوى جميعها تحاول أن تفهم ما دار ما بين السوداني وبين الحكومة الأمريكية، وما تم الاتفاق عليه هل يمكن ترجمته إلى الواقع؟ هل ستقتنع به جميع القوى؟ هل يمكن أن يكون السوداني يمتلك هذا التخويل الكبير بحيث يستطيع أن يتخذ الإجراءات والخطوات دون العودة إلى هذه الأحزاب السياسية المتنفذة التي تمتلك فصائل مسلحة؟ وآخرها ما صرح به السوداني في أحد المؤتمرات الصحفية عندما قال أنه لا توجد قوات قتالية أمريكية، ونحن نعلم أن نقطة الخلاف بين الميليشيات وبين السوداني وحكومته هو يعتبر المستشارون والفنيون الأمريكيون قوات قتالية في نظر الميليشيات، ويطالبون بترحيلها من العراق. بالعودة للنقطة التي أثرتها فيما يتعلق بعودة الهجوم من عدمه ضد القوات الأمريكية، هل برأيك سيكون الموضوع مرتبط بالانسحاب من عدمه؟ إذا لم يقنع السوداني هذه الفصائل وهذه الميليشيات
بأن هناك نقطة تحول وتقنع هذه الميليشيات، لأنه حتما ذهب محملا بمطالبهم، وخصوصا هم يشكلون الأغلبية في الحكومة الحالية ويشكلون الثقل، بالإضافة إلى قربهم من إيران. ونعلم أيضا لا يمكن للسوداني ولا غيره أن يتجاهل الدور الإيراني وأن ينسف العلاقات ما بين الحكومة وما بين إيران، لأن ذلك حقيقة يعتبر منعطف خطر ليس في صالح الحكومة. إذن هذه الفصائل إذا لم تقتنع بطروحات السوداني والنتائج التي تطالبه بها لا يمكن تحقيقها، حتما ستعود. هي تلوح ذلك، قبل أيام أعلنت بشكل، قيادات للميليشيات أعلنت بشكل رسمي أنها تنتظر الإشارة من خامنئي لغرض أن تمارس دورها ليس للحكومة. هذه يعني تصريحات واضحة وجلية وفي الإعلام وبالاسم الصريح. فيما يتعلق أيضا بجزئية عودة الهجمات ضد الجانب الأمريكي في العراق، هل برأيك يكون الموضوع مرتبط بالتحقيقات؟ يعني أنت كشف دور معين لجهة غير معلنة حتى الآن، دعنا نقول أيضا ستتخذ قرارها بناء على ذلك أم لا؟ باختصار لو سمحت. هذا جزء من الإشكالية. الإشكالية الأكبر هي ما تم الاتفاق عليه بين السوداني وبين الجانب الأمريكي، وهل يتناسب مع مطالب هذه الميليشيات والفصائل التي تشكل الأغلبية بالسلطة كما ذكرنا، والقوى الفاعلة تمتلك المال والجاه والسلاح والسلطة، والسوداني يعرف حجمها ويعرف تأثيرها. إذن الأكثر اعتمادا على اتخاذ القرار هو النتائج التي خرج بها السوداني والتي يحاول أن يقنع بها هذه الميليشيات، ومن ثم هذه الجزئية التي تفضلت بإثارتها. نعم، إذا ما تبين أن هناك إسرائيل حتما ستكون أمريكا الهدف الأقرب، لأن إسرائيل ليس من السهولة أن تطاله هذه الميليشيات بإمكانياتها. أستاذ معن، الحقيقة للحديث دائما معك بقية، ولكن الوقت المخصص للملف قد انتهى بالفعل. كان معي من بغداد ضيفي من هناك المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الأستاذ معن الجبوري. قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته لواشنطن، بحثا التعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات، كذلك بحثا الدعم لطائرات F-16. وأشار الوزير العراقي إلى رغبة من أكثر من 50 شركة تحديدا، معظمها أجنبي، للاستثمار في العراق وتسويق معداتها العسكرية هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي صواريخ العدو. الحمد لله لو الأرض نفس الله سبحانه وتعالى لعنة الله عليهم. كشف مصدر دبلوماسي فرنسي للحدث عن مضمون اللقاءات التي أجراها في باريس كل من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون. وناقش الطرفان مع ماكرون الخطط التي قدمتها باريس من أسابيع إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي وإلى الولايات المتحدة وأطراف أخرى يمكنها لعب دور لتحقيق هدف لخفض التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل. هذا وتعهد أيضا ميقاتي خلال اللقاء مع ماكرون بأن يعود إليه بجواب مفصل خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب المصدر نفسه، الذي أكد أن باريس ستواصل المشاورات والتي تجريها مع الجانب الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان. وفي سياق متصل كشف المصدر أيضا الفرنسي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر لماكرون عن رغبته في أن تواصل باريس لتحركها على أساس المقترحات التي قدمتها، وأوضح أن وفدا من موظفين فرنسيين رفيعي المستوى
توجهوا إلى إسرائيل مؤخرا، كما أن الإسرائيليين استقبلوا عدة مرات، وذلك لعدد من الوفود الفرنسية بطلب منهم. وترى فرنسا أنه من المهم فصل المسألة المتعلقة بالاستقرار وخفض التصعيد عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل عما يحصل في قطاع غزة بحسب المصدر نفسه. وكان أيضا المقترح الفرنسي تضمن تطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على سحب حزب الله لقواته إلى شمال نهر الليطاني، على أن توقف إسرائيل بدورها عملياتها العسكرية في لبنان. الحديث عن هذا الموضوع ننتقل إلى باريس. يحدثنا من هناك مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنابري. حسين، تحية طيبة، أهلا بك دائما في هذه التغطية المستمرة للتطورات على الجبهة اللبنانية. بداية نقف وإياك على ما نعرفه حتى الآن من هذه اللقاءات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون مع الرئاسة الفرنسية. في الواقع دعني أشير في البداية حسام إلى أنه كان لافتا جدا أن يصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى قصر الإليزي قبل دقائق من وصول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة جوزيف عون قائد الجيش لقصر الإليزي، دلالات كبيرة خصوصا في السياق المتعلق بالانتخابات الرئاسية اللبنانية. طبعا حتى لو لم يتحدث الفرنسيون على الإطلاق عن هذه النقطة، لكن للزيارة دلالاتها الكبيرة. بالعودة إلى ما ناقشه الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني، فقد تركز النقاش على الخطة الفرنسية التي قدمت قبل أسابيع إلى اللبنانيين والإسرائيليين والولايات المتحدة وأطراف أخرى قادرة على المساهمة في جهود خفض التصعيد، كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي. وردا على سؤال للحدث قال هذا المصدر إن مواصلة فرنسا مساعيها المتعلقة بخفض التصعيد، مواصلة هذه المساعي الفرنسية مرتبطة بالحصول من بيروت على أجوبة محددة على نقاط معينة. طبعا الجانب اللبناني كان قدم قبل أسابيع جوابا عاما وصفته باريس بأنه كان جوابا إيجابيا، ولكن هناك نقاط محددة تحتاج إلى أجوبة محددة. وعد ميقاتي ماكرون بأنه سيعود إليه بأجوبة حولها في الأيام القليلة المقبلة، وبالانتظار ستواصل فرنسا مشاوراتها مع الإسرائيليين ومع الولايات المتحدة ومع أطراف أخرى. كان لافتا أيضا أن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا تحدث عن اهتمام إسرائيلي بجهود الوساطة الفرنسية لخفض التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية. أشار المصدر إلى أن نتنياهو عبر لماكرون عن رغبته في أن تواصل باريس جهودها على أساس المقترحات الفرنسية التي تنص من ضمن ما تنص عليه على أن يقوم حزب الله بسحب قسم من وسائله وقدراته العسكرية من منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية باتجاه شمال الليطاني، في المقابل على إسرائيل أن توقف انتهاكاتها للأجواء اللبنانية وأن توقف عملياتها العسكرية كما تنص المقترحات الفرنسية التي ما تزال قيد التداول بين الأطراف المعنية بها. حسام، نعم، بمعزل عن الملف الرئاسي حسين، ما الذي ناقشه الرئيس ماكرون مع قيادة الجيش؟ ما هو الدور المرتقب للجيش اللبناني أو الذي تريد باريس أن تراه جنوب لبنان؟ طبعا قبل اللقاء مع ماكرون كان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون التقى بنظيره قائد الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركار وقائد الجيش الإيطالي الأميرال كافو دراغون. بعد هذا اللقاء الثلاثي صدر عن الثلاثة بيان يؤكد على ضرورة العمل بشكل جماعي لخفض التصعيد والتشديد على
على ضرورة دعم الجيش اللبناني الضامن للسيادة على أراضيه، هو صاحب السيادة الكاملة على أراضيه ويجب دعمه كما جاء في هذا البيان الثلاثي. بالنسبة للقاء بين ماكرون والعماد جوزيف عون، نوقشت خلاله ضرورة توفير كل الشروط المطلوبة كي يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكان صدر بعد اللقاء بيان عن قصر الإليزيه أكد أن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تصاعد العنف عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، كما أن فرنسا ستعمل مع شركائها الدوليين لضمان تقديم الدعم للجيش اللبناني. إيطاليا هي على رأس هؤلاء الشركاء الدوليين كما أشار البيان الرئاسي الفرنسي. للتذكير حسام، من أصل 10,000 جندي من ضمن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في جنوب لبنان والمعروفة باليونيفيل، هناك من بين 10,000 عسكري 700 عسكري فرنسي، كما أن إيطاليا أيضا تنشر المئات من جنودها ضمن قوات اليونيفيل. من هنا اهتمامها أيضا بضرورة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار جنوبا والمساهمة في خفض التصعيد. حسام، سريعا بما تبقى لدينا وقت، حسين، فيما يتعلق بالمنصب الشاغر في لبنان الرئاسة الجمهورية، هل تم التطرق للملف الرئاسي؟ طبعا تطرق إليه الطرفان من زاوية دعوة فرنسا إلى تجاوز الأزمة المؤسساتية في لبنان التي تضعف هذا البلد في سياق إقليمي هو الأكثر خطورة في المنطقة. أيضا أشير في بيان الإليزيه إلى أن الرئيس ماكرون كان اتصل مؤخرا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لاحقا أن على بري أن يدعو إلى جلسة للبرلمان اللبناني من أجل التصويت على انتخاب رئيس. ويجب أن نعرف ما هي الشروط التي يجب على أساسها أن يدعو الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة نيابية يصار خلالها إلى انتخاب رئيس للجمهورية. بالنسبة للعماد جوزيف عون، كانت فرنسا مؤخرا وصفته بأنه قائد ممتاز للجيش اللبناني، رجل نزيه ونحترمه، لكن فرنسا ترفض التعليق علنا عما إذا كانت تدعم ترشحه لرئاسة الجمهورية أو تدعم ترشحا آخر. شكرا لك دائما حسين على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معنا من باريس مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر في ساعتنا الأولى من هذه الجولة. ولكن بعد الفاصل، مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات لتوسيع دور القطاع الخاص وتخطيط أيضا لتطوير الموانئ لجذب مزيد من الاستثمارات. وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. أهلا بكم من جديد.
قالت الأمم المتحدة إن شاحنات المساعدات التي يتم تعطيل دخولها تعطل دخولها إلى الفشر بسبب الأنشطة العسكرية والعوائق الإدارية، وبقيت عالقة بالفعل في نقاط، وذلك على الطريق الرابط بين بورت سودان والطينة. نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان دعا في منشور على حسابه على منصة إكس، دعا الأطراف المعنية لتوفير مناخ آمن لا يقيد الأعمال الإنسانية في الأماكن المحتاجة بغض النظر عن الجهة المسيطرة عليها. هذا وأيضا حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر السودانية معرضون لخطر شديد ومباشر في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد. وأضافت أن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني تقترب من الفاشر عاصمة شمال دارفور. وأفيد بأن ما يقرب من 25 مليون نسمة في السودان، أي نصف عدد السكان في البلاد، بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 8 ملايين شخص في السودان فروا من منازلهم بسبب أعمال القتال، موضحة أن استمرار العنف وأعمال القتال تهدد أجزاء أخرى من دارفور، حيث يوجد أكثر من 9 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. لقد عانى الشعب السوداني من أوضاع لا تطاق. لقد فشل الطرفان في حماية المدنيين، وقتل أكثر من 14,000 شخص وجرح عشرات الآلاف. نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، وأكثر من 8,600,000 شخص اضطروا للفرار من منازلهم. التقارير عن ارتكاب الفظائع تزداد، وهذه أزمة ذات أبعاد أسطورية، كما أنها من صنع الإنسان بالكامل. لقد تجاهلت الأطراف المتحاربة الدعوات المتكررة لوقف أعمالها العدائية وكثفت استعداداتها لمزيد من القتال، ووصلت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملتها لتجنيد المدنيين لتستمر في الانتشار والتوسع. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة الكاتب والصحفي السوداني الأستاذ محمد شمس الدين. أستاذ محمد، حيا طيب، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطياتنا المستمرة للملف السوداني. بداية نسأل عن الجهة المعرقلة لدخول المساعدات. الأمم المتحدة تضع يعني تشير إلى المعاناة دون توضيح تفاصيل عن ذلك فيما يتعلق بالجهة المسؤولة. يعني من المهم جدا توضيح المسؤولية هنا، وهل يتم استخدام الجوع كسلاح في السودان في الحرب الدائرة؟ أستاذ محمد، تحياتي لك أخ حسام والسادة المشاهدين إلى مكانه. هل يتم استخدام الجوع كسلاح؟ هذا ما نخشاه جميعا ويخشاه العالم والمهتمون بقضية الأمن الغذائي في المنطقة والعالم، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة التي تعمل الآن في حالة من حالات الضغط الشديد. هي تعمل لمحاولة التنسيق ما بين الطرفين اللذين يشتبكان في هذه الأوقات في الكثير من المناطق التي لا بد أن تمر بها شاحنات وقوافل المساعدات الغذائية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة المختلفة. ويعني هذه هي أو هذا هو السبب الأول والرئيسي الذي يحول دون تحرك هذه القوافل بأمان وصولا إلى المناطق التي يحتاج فيها النازحون بعشرات الآلاف إلى الغذاء وإلى الأغذية المنقذة للحياة، كما ورد في تقرير المتحدثة الرسمية في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول السودان بالأمس. استمرار المعارك هي السبب الرئيسي إذن، وبالتالي فإن توقف الاشتباكات هي الحاجة الأولى والماسة والأولوية القصوى الآن لأن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، حتى لا ندخل إلى يعني منطقة خطرة فيما يتعلق بالكارثة، كارثة الجوع. الأمم المتحدة ترسل إشارات وتحذيرات منذ مدة طويلة حول مدى الحاجة الماسة التي يحتاج إليها أو يعني دخل إليها الملايين من السودانيين. الآن الأرقام التي حدثت تصل بنا إلى نصف عدد السكان، وهذا مؤشر خطير جدا.
نحن لا يعني أو العالم لا يستطيع أن يرى شكل الكارثة. لماذا؟ لأنه لا وجود لوسائل الإعلام، لا وجود لكاميرات القنوات الفضائية المختلفة، القنوات الإخبارية في هذه المناطق. فقط الذي يصل هو يعني الجزء اليسير جدا، لا أحد يستطيع أن يفتح كاميرا في مختلف مناطق السودان الآن. لماذا؟ لأنه سيتهم بأنه يتبع لطرف أو يعني الجهة الأخرى التي تقاتل إذا ما كنت في هذه المنطقة وليست لديك الاتصالات الوثيقة بقيادات هذه المنطقة العسكرية، فإنه من الصعب جدا أن تنقل الحقيقة كما هي. الوضع كارثي جدا، ونحن نرفع يعني صوت الإنذار الأخير قبل أن تحل الكارثة الكبرى بملايين المحتاجين الآن، لا سيما الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد. طيب. بحسب الكثير من التقارير التي تردنا كصحفيين نتابع يعني أوضاع المناطق لا سيما في غرب البلاد في دارفور، يعني تحديدا 800 ألف معرضون لخطر الجوع. ولكن بالعودة إلى تصريحات الأمم المتحدة، يعني يقول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعني يدعو الأطراف المعنية لتوفير مناخ آمن، يعني بهذا التصريح المقتضب، هل تكفي هذه الدعوة أستاذ محمد، أم أنه يعني هناك دور أكبر من ذلك مطلوب إن كان على المستوى الأممي أو المجتمع الدولي لضغط وإيصال المساعدات؟ بالتأكيد لا تكفي أخي حسام، وبكل أسف شديد يعني التعبيرات المستخدمة من مسؤولي الأمم المتحدة ويعني الدول المؤثرة في الملف السوداني كلها تعبيرات تراعي مسائل سياسية في هذه الفترة. لماذا؟ لأننا مقبلون على احتمالية العودة إلى طاولات التفاوض مرة أخرى، بالتالي فإن انتقاء الكلمات والتعبيرات ترسل إشارات خاطئة أيضا إلى من يحتكرون القوة بطبيعة الحال ويتواجهون الآن. بطبيعة الحال هناك طرف شرعي يحمل السلاح ويدافع عن مسألة السيادة الوطنية والدفاع عن المدنيين الذين هم في أراضيهم أو في مناطقهم، المناطق التي تسيطر عليها أو يسيطر عليها الجيش، وهذا أمر آخر. لكن الآن المسألة القصوى هي المسألة الإنسانية، لا بد من إيجاد حل سريع وعاجل وآلية وقناة تواصل ما بين الأطراف المتصارعة لتمكن القوافل التي تنقل المواد الغذائية التابعة للأمم المتحدة من الدخول. لا بد من إيجاد آلية أيضا إعلامية لمرافقة هذه القوافل حتى تضمن سلامة وصولها إلى المحتاجين في المناطق الأخرى، حتى لا يلقى اللوم يعني على الأطراف الأخرى أو أطراف ثالثة وما إلى ذلك. هذه مرحلة خطيرة جدا إذا لم يراعي القادة المعنيون بهذه الفترة خطورة الأمر، فإننا سندخل إلى يعني مرحلة خطيرة جدا، وسيتحمل هؤلاء مسؤولية يعني ذهاب أرواح. بالمناسبة يعني نصف عدد السكان ما يقارب 25 مليون سوداني يعني ستنقطع بهم السبل حرفيا ولن يجدوا الغذاء الضروري. نحن نتحدث عن استمرار لعمليات النزوح في ولايات الجزيرة وولايات دارفور أيضا إلى مناطق آمنة في نقاط معينة، لا يستطيع أحد أن يرصد على وجه الدقة أعداد هؤلاء واحتياجاتهم اليومية. هناك من مشى على قدميه لأيام حتى يصل إلى منطقة آمنة. جميع المناطق في هذه الجزئية في هذه المناطق مشتعلة التي ذكرت، يعني تحدثت عن نصف أعداد يعني أو سكان السودان تحديدا 25 مليون كما ذكرت أستاذ محمد، أين تتركز المناطق الأكثر تضررا؟ ماذا عن المنافذ البحرية كبورت سودان مثلا؟ ماذا عن الطريق الواصل بين المدينة الساحلية هذه والخرطوم؟ ما هي المناطق الأكثر تضررا تحديدا؟ يعني تقريبا أكثر من نصف يعني مساحة السودان هي واقعة تحت الضرر المباشر. لماذا؟ لأن المعارك مستمرة ومشتعلة في أكثر من محور في هذه المساحة. شرق السودان نعم هو منطقة يعني خاضعة لسيطرة الجيش، وبالتالي فإن من المفترض أن يكون الطريق سالكا من بورت سودان إلى المناطق التي نزح إليها المدنيون، وهذا ليس كافيا بطبيعة الحال، لأن هناك الملايين الذين أيضا لم يتمكنوا من النزوح من هذه المواقع مثل ولاية الجزيرة والولايات المجاورة لها، النيل الأبيض وسنار وكذلك كردفان، شمال كردفان، جنوب كردفان، الولايات دارفور، جميعها
يعني هناك حوجة ماسة لمن لم يستطع أن يغادر مواقعه شمال دارفور منطقة الفاشر، والعسكرات التي باتت يعني تعج بالنازحين، هناك تقارير تردنا من هناك وهي تقارير مؤسفة ومؤلمة. إذا لم يتحرك المعنيون، إذا لم يتم إيجاد آلية سريعة جدا وعلى وجه السرعة لإيصال المساعدات وبتغطية إعلامية تضمن وصول هذه المساعدات، فإننا على شفير أو يعني على شفا يعني كارثة خطيرة جدا، سنتأسف جميعا وسنندم إن لم نتحرك لمساعدة هؤلاء في هذه الفترة. كل الشكر لك دائما أستاذ محمد على كل هذه الإيضاحات. كان معي ضيفي من القاهرة للكاتب الصحفي السوداني الأستاذ محمد شمس الدين. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وجود عملية تطوير لمختلف الموانئ وعلى رأسها ميناء دمياط. مدبولي أوضح وخلال جولة بميناء دمياط الذي تم التعاقد مع شركة عالمية لتشغيله، أوضح أنه سيتم تطوير كافة محطات ميناء دمياط بشكل كامل في العام 2027. كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى وجود مساع من شركات عالمية للاستفادة من ميناء دمياط نظرا للمزايا العديدة التي يتمتع بها كالقناة النيلية. هذا وأكد مدبولي أن عملية تطوير ميناء دمياط تهدف لتكوين منظومة متكاملة بالميناء، مثل خط للسكك الحديدية ومنطقة مستودعات ومنطقة لوجستية. وفي السياق أكد رئيس الوزراء المصري بختام جولته في ميناء دمياط أن كافة البضائع التي تفقدها بالميناء هي بضائع يتم تصديرها للخارج. في الأثناء أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقاء معيط مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين أيضا، وذلك في واشنطن، حيث أوضح وزير المالية المصري أن بلاده تعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. كما اعتبر أيضا أن الوضع الاقتصادي بمصر بدأ في التحسن بعد الإصلاحات الأخيرة وتسجيل فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة الخبير الاقتصادي محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية. أستاذ محمد تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطيتنا للملف المصري تحديدا. بداية نقف وإياك على آخر اجتماعات عقدتها وزارة المالية مع صندوق النقد وأبرز المطالب التي يقدمها دائما صندوق النقد وإمكانية تأثيرها على حياة المواطن المصري اليومية وقدراته الاقتصادية تحديدا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يمكن الحقيقة يمكن البعثة المصرية واللقاء وزير المصري مع بعثة صندوق النقد في واشنطن يمكن كان في بعض التصريحات، إن يمكن من أهمها كان من جانب صندوق النقد إن مصر لازم يكون في عملية تجديد نقدي، بمعنى إن احنا ممكن نشوف زيادة في أسعار الفايدة في الفترة المقبلة بشكل أو بآخر. أيضا جعل سعر الصرف مرن بشكل أكبر. يمكن احنا شوف مع قرارات 6 مارس لمحافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وجعله عرضة للعرض والطلب والقضاء بشكل كبير جدا، يمكن تلاشى السوق الموازي أو السوق السوداء كما يسمى في مصر. يمكن كل هذه القرارات كان لها أثر طيب على الاقتصاد المصري، أي نعم كان لها تبعيات على الشارع المصري بشكل أو بآخر أو في حالة من حالات التخبط بعض الشيء، ولكن يمكن المتوقع والحكومة بتعمل على تخفيض الأسعار بشكل كبير جدا، خاصة إن اقتصاديا أو مصر بتستهدف تخفيض نسب التضخم، وخاصة إن ده البرنامج الاقتصادي الجديد مع صندوق النقد الدولي وبيستهدف خفض معدلات التضخم بشكل كبير. فاعتقادي إن الحكومة الآن بتعمل على تخفيض أسعار السلع الأساسية عشان يقدر يمتص التضخم الموجود ويقدر يكون في حركة للاقتصاد في مصر بشكل كبير. نعم. دائما عندما يتم الحديث عن صندوق النقد أو البنك الدولي يعني يأتي في ذهن المتابع والمواطن تحديدا مطالب تخشفية، مطالب برفع الدعم. ماذا في الحالة المصرية هنا؟ هل تم تقديم هذه المطالب؟ هل الحكومة مستعدة
يعني الاستجابة إن طلبت بالفعل؟ يمكن صندوق النقد الدولي يمكن دائما بينظر للاقتصاد بشكل عام، ما بيبصش للبعد الاجتماعي او البعد الامني في الشارع المصري، ويمكن في الحكومه المصريه ابتدت تلعب دور مهم جدا بقى لها فتره، ان هي بتوجه الدعم لمستحقيه عن طريق المبادرات وعن طريق بطاقات التموين ومن يستحق الدعم والاولى بالرعايه، وعن طريق برضو الازرع الحكوميه سواء تحيا مصر، جمعيه تحيا مصر أو التكافل والكرامة، كل هذه المبادرات الطيبة بتوجه الدعم بشكل أكبر للمستحقين. يمكن صندوق النقد كان بيتكلم أنه هو جعل سعر الصرف مرن بشكل أو بآخر، إحنا كنا شايفين طبعا الأسعار في السوق الموازية وصلت وتفاقمت بشكل كبير، مع تحرير سعر الصرف ابتدى يبقى فيه قناة شرعية واحدة، ويمكن ده كان أهم مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي. يمكن بعد التسعير اللي كان موجود للسلع في الشارع المصري بأسعار الدولار في السوق الموازية اللي وصلت قرابة 60 جنيه، فمع تحرير سعر الصرف بقى عندنا سعر صرف واحد قرابة 45 أو من 45 ل 48 جنيه السعر المرن اللي بيتحرك فيه، الأسعار ابتدت تسعر أو السلع ابتدت تسعر بالسعر الرسمي اللي موجود. يمكن كلمة السر دائما، يمكن كان لنا لقاءات كثيرة وكنا بنقول إن هو إتاحة العملة الصعبة للمستوردين هي اللي هتقضي بشكل كبير جدا على عملية السوق الموازية أو السوق السوداء بشكل كبير، وأيضا بالتوازي مع الحد من استيراد السلع الاستفزازية أو السلع الغير هامة بشكل أو بآخر. يمكن الحكومة حاليا بتوجه الدعم أكبر أو توفير العملة الصعبة أكبر للمواد الأساسية والأدوية والمستلزمات الأساسية بشكل كبير. طيب، ويمكن النهاردة ده ملموس في البنوك. نعم، هناك شريحة مهمة أيضا هي شريحة رجال الأعمال والمستثمرين، يعني أيضا الحكومة تلقي بالا لمطالب هؤلاء للحرص على استمرار العجلة الاقتصادية في مصر. هل هناك تخوف من أي من المطالب التي يقدمها دائما صندوق النقد أو البنك الدولي أيضا فيما يتعلق بالإصلاحات تهدد استثمارات هؤلاء، حتى أيضا الموضوع يعني ينتقل إلى المستثمرين الأجانب؟ يعني اعتقادي، يمكن الشيء الملموس واللي بنتابعه يمكن حتى من تصريحات السادة الوزراء، يمكن في بعض التصريحات النهاردة ان احنا بنشوف الوزيرة هالة السعيد بتصرح ان النهاردة الحكومة بتتجه لتخفيف الأعباء وتخفيف القيود في تملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية والرخص الذهبية. كل هذه الأمور يمكن الحكومة بتتخلى عن البيروقراطية المعهودة بشكل أو بآخر، وده اللي هيستهدف الاستثمار الأجنبي واللي هيساعد زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل كبير. توفير الدولار أو توفير العملة الصعبة يمكن ده، أو استقرار سعر الصرف يمكن هو ده اللي بيهم دائما صناديق الاستثمار الأجنبية في دخولها في سواء الهوت ماني أو دخولها في استثمارها في أدوات الدين الحكومية. يمكن استقرار سعر الصرف، وأعتقد أن مصر مع بعض الصفقات اللي تمت والصفقات المستقبلية أعتقد أنه يكون في استقرار كبير لسعر الصرف وتوافر لسعر الصرف، وده اللي كنت بقول لحضرتك عليه اللي ملموس النهاردة، إن دخول أي مستثمر لأي من البنك وتقديم أوراق مستندات لاستيراد بيتم توفير السيولة الكافية بشكل كبير، ويمكن ده شيء مهم جدا لسواء الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المحلي لدوران العجلة الاقتصادية بشكل كبير. نعم، يعني الحديث دائما عن الفرص الاستثمارية الجديدة، التحفيز، إعطاء التسهيلات، هل قدمت الحكومة حتى الآن أو هناك برامج واضحة لرفع المشاكل، حل المشاكل التي تواجه المستثمرين، وأيضا التحفيز وحث يعني المستثمرين على المجيء إلى مصر؟
الحقيقة يمكن حتى الآن في انتظار قرارات استثمارية مهمة، وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة تأتي بالخير الاقتصادي على مصر بشكل كبير. بس الواضح زي ما قلت لحضرتك والملموس في التصريحات اللي موجودة ان فعلا الحكومة بتتجه بشكل كبير جدا لاستيعاب الدرس الماضي وتحفيز الاستثمار الأجنبي ودخوله، سواء الاستثمار المباشر او غير المباشر، في دخوله في الاقتصاد المصري. والنهارده احنا شايفين رئيس الوزراء بيفتتح بعض المصانع للإطارات، وايضا تطوير الموانئ اللي هيكون برضو الدور المهم جدا في مصر، وتطوير الموانئ الموجوده. اعتقد ان كل هذه الامور هتسهل بشكل كبير جدا وهتجذب استثمار اجنبي بشكل كبير. نعم، كل الشكر لك دائما استاذ محمد على هذه المعلومات والايضاحات. كان معي ضيفي من القاهره الخبير الاقتصادي محمد كمال، عضو مجلس اداره شعبه الاوراق الماليه. شكرا جزيلا لك. أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأيضا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي سيؤديان هذا الاثنين زيارة إلى تونس، ذلك بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد. تأتي الزيارة وفق بيان صدر عن الرئاسة للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة البلدان الثلاثة من أجل بلورة تكتل مغاربي جديد. وكان أيضا القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر بداية شهر مارس الماضي على عقد القائم مغربي ثلاثي كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان. وخلال اللقاء بحث الرؤساء الأوضاع السائدة في المنطقة المغربية وضرورة تكثيف الجهود وضرورة توحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب، وذلك بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من الجزائر الصحفي الأستاذ شهاب محمد فارس. سيد شهاب تحية طيبة، أهلا بك في تغطية هذا الملف تحديدا. بداية، ما المرتقب من هذه القمة الأولى إن صح التعبير، بما أنه هي على المستوى الرئاسي، وأيضا ما هو سقف التوقعات منها؟ بداية، إذا تحدثنا عن توقعات هذه القمة التي ستعقد يوم الاثنين كما ذكرته رئاسة تونسية في لقاء سيجمع الرئيس التونسي قيس سعيد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوسف المنفي، يجب أن ننطلق من منطلق ربما فكرة تأسيس هذا الكيان الذي قال عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد لقائه مع يوسف المنفي ومع قيس سعيد بالجزائر قبل حوالي شهرين من الآن. قال إنه التقى مع قادة الدول الأفارقة الشمال إفريقية والمغاربية وتحدثوا عن ضرورة خلق كيان مغاربي أو كيان شمال إفريقي لتوحيد الرؤى ولمجابهة التحديات المشتركة. يجب أن نعلم بين الجزائر وتونس وليبيا هناك تحديات مشتركة، سواء كانت من الناحية الاقتصادية أو كذلك من الناحية الأمنية والسياسية. ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهذا ما استند عليه المحللون السياسيون والمتابعون للشأن الإقليمي في شمال إفريقيا بصفة عامة، أن دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد هذا الاجتماع بين الرؤساء جاء لخلق كيان شمال إفريقي أو مغاربي، لم تتحدد التسمية بعد، لكنه أكيد سيكون لتنسيق الجهود بخصوص التحديات الأمنية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، هذه البلدان التي تواجه تحديات أمنية مهمة. على سبيل المثال، أو أهم ظواهر تلك المتعلقة بالحركات الإرهابية في دول الساحل، كذلك ما تعلق بالهجرة غير الشرعية. وهناك أيضا من الناحية الاقتصادية ملف الطاقة المشترك والمناطق التجارية الحرة التي سيتم إطلاقها بين البلدين. طيب، بين البلدان. سنعود لهذه النقاط التي ذكرتها سيد شهاب، ولكن يعني العديد من التساؤلات بدأت تطرح بالفعل عن الحاجة لأي تكتل جديد، طالما أن هناك تكتلات قديمة قائمة بالفعل مثل الاتحاد المغاربي مثلا، ويعني بعض الاتهامات التي بدأت تكال باستبعاد بعض البلدان من هذا التكتل.
في هذه النقطة يجب أن نعود كذلك إلى الخلفية التاريخية. صحيح ما تفضلت به، الاتحاد المغاربي موجود والجزائر لازالت تؤمن بهذه الفكرة، كذلك هو الحال بالنسبة لليبيا أو بالنسبة لتونس. هذه البلدان الثلاث، الذي إذا تحدثنا عن الاتحاد المغاربي يجب أن نشير كذلك أن هذه البلدان الثلاث تشكل أغلبية هذا الاتحاد المكون من خمسة بلدان. أما عن الاتهامات أو عن هذه القراءات التي قدمت من قبل بعض المتابعين للرأي العام المغاربي وللساحة الإقليمية بصفة عامة، رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وهو صاحب الفكرة هذه وهو الذي صرح به أولا للصحافة في قمة الغاز الذي انعقدت بالجزائر، يجب أن نعلم ونعود إلى الخلفية التاريخية المتعلقة بالاتحاد المغربي. هذا الاتحاد لم يلتقي ولم يلتئم على مستوى الرؤساء منذ سنة 1994، أي منذ حوالي 30 سنة لم يلتقي رؤساء هذا التكتل. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قبل حوالي أيام من الآن وفي رد على أسئلة صحفيين بخصوص هذا السياق قال إن الجزائر لازالت مؤمنة بالاتحاد المغاربي، كذلك هو الحال بالنسبة لتونس وبالنسبة لليبيا، لكن وصف أن الاتحاد المغاربي يعيش حاليا في حالة غيبوبة، وذكر متابعون حسبهم أن وفقا للتحديات الأمنية المشتركة، وفقا للتحديات الاقتصادية، وفقا كذلك لمطالب الاتحاد الإفريقي أو باقي التكتلات، يريدون فضاء شمالا إفريقيا جاهزا للحديث وتوحيد وجهات الرؤى. لكن يجب أن نشير ويجب أن نوضح كذلك ربما تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه قال وصرح أنه تحدث مع الرئيس الموريتاني كذلك بشأن هذا الاجتماع وأطلعه بالنتائج وبمخرجات الاجتماع السابق الذي جمعه بيوسف المنفي وقيس عيد. طيب، تحدثت عن المجالات التي سيعمل عليها هذا التكتل، إن كان مكافحة الإرهاب، الطاقة، وأيضا التعاون الاقتصادي والتجاري، ولكن يعني بعض البلدان منها ليبيا تعاني مثلا من العديد من المشاكل، تونس هناك ضغوط اقتصادية كبيرة، وبالتالي كيف يمكن يعني الاستفادة من جوانب الإيجابية ونقاط الإيجابية وأيضا المساعدة، مساعدة البلدان بعضها لبعض باختصار لو سمحت. نعم، إذا تحدثنا عن هذه النقاط فأنا نقول أن حسب العديد من المحللين الاقتصاديين والخبراء في هذا المجال يرون أن الأرضية مهيئة بين هذه الدول. أولا يجب أن نعلم أن المقومات المجتمعية والثقافية والدينية واللغوية موجودة بين الجزائر وتونس وليبيا. أما هؤلاء الخبراء يرون كذلك أن التجارة البينية بين هذه البلدان تبقى ربما في غير المستوى المأمول والمنشود، إذ يرون أنه يجب أن تزيد الحركية التجارية بين بلدان المنطقة، وعليه يجب أن نتطرق ربما هنا إلى مشروع كذلك موجود يتعلق برغبة ومشروع سيتجسد في أجال قريبة حسب ما صرحته الجزائر، يتعلق بإنشاء مناطق تجارة حرة بين هذين البلدين للرفع من قيمة المبادلة التجارية. أسفل المقاطعة، الحقيقة الوقت المخصص لهذا الملف قد انتهى بالفعل، الوقت مستهل للنشرة أيضا يشارف على النهاية. كان معي من الجزائر الصحفي الأستاذ شهاب محمد فارس، شكرا جزيلا لك. قارن موقع أكسيوس الأمريكي بين المرشحين في السباق الرئاسي الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب وكيف يتعامل كل منهما مع وسائل الإعلام، نتابع. تفرقهما خصال كثيرة وتجمعهما أخرى، مثلا مرشحان وأعمارهما متقاربة، وبالطبع كلاهما يحلم بسدة الحكم في أمريكا وأن خلاصها من المصائب بيدهما، وكذلك يحبان الأضواء، لكنها إن كانت تضع أخطاءهما تحت المجهر فلا. لذا فإن كل من بايدن وترامب وبحسب موقع أكسيوس يلوذ بنفسه إلى مساحة آمنة، ولكل منهما طريقته في التعامل مع وسائل الإعلام
أي أنهما شبه متفقين على إدلاء تصريحاتهما على عجل، وأجوبتهما كذلك مختصرة، وبالتأكيد يتجنبان الأسئلة الصعبة. وفي مقارنة بين الخصمين، شارك بايدن في 117 مقابلة مع وسائل الإعلام منذ تنصيبه، في حين أجرى ترامب 326 مقابلة حينما كان رئيساً. بايدن مثلاً يخشى من زلة لسان بات معروفاً بها، يخرج عن النص أو يفسد الخطاب بكلمات لا مكان لها. وحتى تلك المناظرة الرئاسية التي يتهرب منها يقول إن عقدها من عدمه يعتمد على سلوك ترامب. ونقلاً عن أكسيوس، رفض بايدن إجراء مقابلة مع مراسلي البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال، واقتصر الأمر على جلستين مع بودكاست سمارتليس. نأتي إلى ترامب، لديه أيضاً من يتردد إليهم باستمرار وكأنه لا يثق بغيرهم، تحديداً قناة فوكس نيوز. إسراء الصغير الحدث. بهذا نصل بكم إلى ختام ساعتنا الأولى من هذه الجولة، دقائق قليلة ونفتح وإياكم ملفات ساعتنا الثانية. إلى اللقاء. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق، وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد، بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث، في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 17:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار، هنالك انتهاكات كبيرة
في حقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. ساعات بعد ضربة أصفهان، استهداف جديد لعناصر من الحشد المرتبطة بإيران في العراق، وذلك ببصمات إسرائيلية. حركة فتح تعلن الإضراب الشامل وتدعو لتصعيد المواجهات في الضفة الغربية غدا الأحد بعد مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية بطول كرم. إسرائيل تشن عشرات الغارات في غزة وتطلب من واشنطن تجديد مخزوناتها من الذخيرة من أجل القطاع وإيران. تحذير أممي من استمرار عرقلة دخول المساعدات للفاشر في السودان، وأكثر من 800,000 شخص معرضون لخطر الجوع والعنف. رؤساء تونس والجزائر وليبيا يلتقون الاثنين في أول اجتماع تشاوري بدعوة من الرئيس قيس سعيد. أهلا بكم من جديد، نفتح وإياكم الآن ملفات ساعتنا الثانية من هذه الجولة. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث أعلنت حركة فتح الإضراب الشامل في الضفة الغربية غدا الأحد، داعية إلى تصعيد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية بطول كرم. وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم نور شمس في محافظة طول كرم بعد عملية عسكرية استمرت 3 أيام. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم، ارتفع إلى 14 قتيلا. ايش
وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأنه موقف مخيب للأمال وغير مسؤول وغير مبرر. وأضاف عباس أن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر يشكل عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديا لإدارة المجتمع الدولي. هذا وقال الرئيس الفلسطيني إن واشنطن مستمرة في دعمها للاحتلال ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة بل وتزودها بالسلاح والمال بحسب ما جاء في بيان الرئاسة. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن عشرات الغارات على أهداف في قطاع غزة وذلك على مدار الساعات 24 الماضية. وأوضح أنه هاجم موقعا في بيت حانون بعد إطلاق قذيفة صاروخية منه باتجاه بلدة شديروت المحاذية لشمال غزة. صار قصف، جينا في الحارة صارت قصف، قصف البيت والعمارة هذه، حتى المقبرة ما سلمتش منهم، ما سلمتش من القصف، طلع المقبرة كلها هيتا وهي رفح، بقول لك رفح آمنة، رفح النازحين جوا عليها، رفح آمنة هي الآمنة، ما ضلش كلام فيك بعد الكلام. احنا كنا قاعدين عند البيت، اتصل علينا ضابط اليهود قال معك ربع ساعة تخلي البيت نقصف، وهذا أخلينا البيت ونقصف بعد ساعة، وطار القصف زي ما انت شايف الدمار والخراب والتدمير اللي صار، واحنا مدنيين مناش علاقة في التنظيمات ولا في المدنيين. الآن ولمزيد من التفاصيل والوقوف على آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة يحدثني من دير البلحة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة للتطورات في غزة. بداية نقف وإياك على آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق باستمرار عمليات القصف وتركيزها خلال الساعات 24 الماضية الأخيرة. نعم، لو بدأنا من حيث آخر الساعات هنا قبل قليل في مناطق قطاع غزة كان هناك استهداف لإطارات الحربية الإسرائيلية لمنزل عائلة عبد العال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. هذا الاستهداف لهذا المنزل بشكل مباشر خلف 5 ضحايا، غالبية المستهدفين والضحايا هم من الأطفال، 4 أطفال ووالدتهم، وتم إنقاذ حياة جنين من رحم والدة الأطفال الضحايا والتي هي أساسا سقطت ضحية في هذا الاستهداف المباشر، ونجى الطفل من رحم والدته وتم إنقاذ حياته بعدما وصل إلى المستشفى الكويتي في المنطقة الغربية لمدينة رفح، بالإضافة إلى استهداف منزل آخر لعائلة جودة أيضا في المنطقة الغربية لمدينة رفح. هناك إصابات حتى هذه اللحظة، سيارات الإسعاف تنقل الإصابات من هذا المكان المستهدف. غالبية الضربات حتى هذه اللحظة أو خلال 3 ساعات الماضية كانت تتركز في مدينة رفح، سواء كانت لأراضي خالية خلفت إصابات نقلوا إلى مستشفى، بالإضافة إلى استهداف المنازل بشكل مباشر. نتحدث عن 8 ضحايا سقطوا في استهداف منزلين خلال 2 ساعة في مدينة رفح، بالإضافة إلى أن طواقم الدفاع المدني قالت أنها انتشلت ما يقارب من 50 ضحية
تم انتشالهم من تحت ركام حفر في مجمع ناصر الطبي في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، حيث توغر الجيش الإسرائيلي خلال الفترات الماضية في مدينة خان يونس وأطبق حصاره على هذا المستشفى ودفن جثث في حفر كبيرة وقبور جماعية في مستشفى ناصر في الساحة الخلفية لقسم الاستقبال والطوارئ. اليوم رجال الدفاع المدني انتشلوا الضحايا وبدأوا بتجميعهم ونقلهم إلى أقاربهم لدفنهم في مناطق بعيدة عن هذا المستشفى الذي يحاول الطواقم في حتى هذه اللحظة نقل الضحايا وتجميعهم ونقلهم إلى أقاربهم في مناطق في هذه الجزئية. أسامة، خان يونس نتحدث اليوم عن، ومن خلال يعني تغطيتكم المستمرة لعدد كبير من الشهور وأيضا للحروب السابقة في قطاع غزة، جزئية إقدام الجيش الإسرائيلي على دفن القتلى تحديدا، هل هي معتادة لدى الجيش؟ هل هي استراتيجية معتادة؟ يعني في الكثير من الفيديوهات كانت تترك جثث القتلى، هل هناك إشارة أو دلالة معينة لهذا الترتيب؟ في كل مكان يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي وتدخل فيه الدبابات خاصة داخل المستشفيات يتم دفن جثث، يتم مثلا مواطنين يتم استهدافهم بشكل مباشر كما جرى في مستشفى الشفاء مؤخرا، تم قتل عدد كبير من النازحين الذين توافدوا إلى المستشفى، قتلهم بشكل مباشر خلال عملية الهروب من الرصاص القناصة والدبابات ودفنهم تحت الجرافات وإلقاء جثثهم في مناطق بعيدة عن أماكن التوغل، وبالتالي وصل الحد إلى تحلل هذه الجثث وتآكل بعضها والكلاب تجمعت والقطط على هذه الجثامين الملقاة على جانبي الطريق. نتحدث عن جثامين مر عليها أكثر من شهر وهي في حال التعري كامل للهواء والمياه، وبالتالي تحللت جثامينهم ويصعب التعرف عليهم كما جرى في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. والآن هذا الحدث يتكرر تماما في منطقة مجمع ناصر الطبي في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. نتحدث عن دفن عدد كبير من الجثامين دون التعرف على أصحاب هذه الجثامين إلا من خلال ملابسهم، عدد كبير من العائلات الذين فقدوا أقاربهم وعائلاتهم جاءوا للتعرف على هذه الجثامين الملقاة أو من تم تجميعه من هذه الجثامين من خلال التعرف على ملامح اليد أو من الساعات أو من الملابس، ومن لم يتم التعرف عليه يتم التقاط صور له من الجهات المختصة من أجل عرضها على من يفقد أبنائه لمحاولة التعرف عليه هو تدوين اسمه ضمن أسماء الضحايا الذين تم استهدافهم في هذه الأماكن. نتحدث عن هذه اللحظة يعني العثور على 50 ضحية في مجمع ناصر الطبي، ولكن العدد مرشح للزيادة خاصة وأنه تم دفن عدد كبير منهم في مقابر جماعية في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. بعد التوغل الإسرائيلي للمنطقة الغربية لمدينة خان يونس ومحاصرة مجمع ناصر الطبي، هذا اضطر الطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني إلى إنشاء مقبرة في المنطقة الغربية لمجمع ناصر الطبي، ولكن بعد دخول الجيش إلى داخل المجمع انتشل وسرق عدد كبير من الجثامين وصدرها إلى الداخل ومحاولة منه لإجراء يعني تحري على هذه الجثامين وطبيعتها، وبالتالي دفن أعداد أخرى في مقابر جماعية داخل المستشفى. كل الشكر لك، حتى الآن سنكون معك ويعني في حال بروز الجديد من كل هذه التفاصيل الميدانية تحديدا سنعود إليك، ولكن كل الشكر لك حتى الآن. كان معي من دير البلح مراسل الحدث أسامة الكحلوت. بالتزامن مع تصاعد التوتر مع إيران، طالبت إسرائيل من الولايات المتحدة طالبت بإمدادها بالمزيد من الذخيرة، ووفقا لما أفادت به مصادر وكالة بلومبرغ فإن الولايات المتحدة لم تبدأ بعد في تقييم الطلب من إسرائيل بتقديم المزيد من ذخيرة الدبابات والمركبات التكتيكية. كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتجديد مخزونات جيشه من الذخيرة مع قتاله على أكثر من جبهة. الحديث عن كل هذه التطورات في الملف الفلسطيني ولا سيما بالدعوات التي أطلقتها حركة فتح بالإضراب والتصعيد غدا، يحدثني من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أنور رجب. أستاذ أنور تحية طيبة، أهلا بك في هذه التغطية لهذا الملف. بداية نقف وإياك على الدعوات التي أطلقتها حركة فتح، كيف يمكن وضع هذه الدعوات وفي أي مسار تحديدا يمكن وضعها؟ هل هي التصعيد فيما يتعلق بالتصعيد المضاد من الجانب الإسرائيلي في الضفة
أم فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وأيضا الفيتو الأخير المستخدم؟ في أي سياق يمكن وضعها برأيك؟ تحياتي لك أخي الكريم ولمشاهدي قناتكم. دعني أقول أنه هذه الدعوة التي أتت اليوم من حركة فتح هي تأتي في سياق إعادة النظر في التعاطي مع مجريات الأمور سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي وعلاقته بالموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، لا سيما بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق نقض الفيتو على عضوية كاملة للأمم المتحدة لدولة فلسطين، وما جرى اليوم من إقرار حزمة مساعدات جديدة تقدر ب 26 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في تناقض واضح بين أحاديث الإدارة الأمريكية عن حل الدولتين وفي نفس الوقت تقوم ب يعني مد إسرائيل بكل أسباب القوة والعنجهية والغطرسة، وكأن تعطيها الضوء الأخضر والغطاء لتكريس واستمرار مجازرها ضد الشعب الفلسطيني. اليوم في الضفة الغربية في مدينة طول كرم في مخيم نور شمس 14 شهيدا وتدمير كامل للبنية التحتية بشكل يعني شبيه لما يجري في قطاع غزة، وهذا على مدار 3 أيام وليس مجرد عملية عسكرية خاطفة. إذا نحن أمام تصعيد جديد ومختلف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتطلب ردود مختلفة أيضا تتمثل في يعني تصعيد وتيرة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. طيب. بكافة أشكاله، ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب في هذا السياق. هل هناك تخوف من مخطط معين يتم تحضيره من الجانب الإسرائيلي للضفة الغربية؟ هناك دائما تحذيرات أطلقت مع بداية الحرب في 7 أكتوبر لمصير أو لخطط معينة يتم يعني تحضيرها للضفة الغربية، أسألك عنها، إنها كان هناك تخوف. وفي جزئية التصعيد من الجانب الفلسطيني، التظاهرات ليست هي بالمرة الأولى، انطلقت عفوية بشكل عفوي مع انطلاق الحرب في 7 أكتوبر. هل سنشهد غدا ترتيبات مختلفة، مستوى مختلف من التعبير برأيك؟ يعني دعني أقول أولا أنه عندما تأتي الدعوة من حركة فتح أعتقد هي مسألة مختلفة تماما، بمعنى أن حركة فتح دائما عقلانية في ردودها، دائما تسعى لأن توازن بين مقاومة الاحتلال ومصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يدرك فيها الجميع أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تسعى وبكل قوة لجر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مربع تجيد العمل فيه، مربع العنف والقتل وتصعيد هذا القتل وبشكل مختلف. اليوم حكومة الاحتلال أقرت شرعا 68 بؤرة استيطانية، قطعان المستوطنين ما زالوا يعيثون فسادا في الضفة الغربية وقتلا وتدميرا وحرقا ومهاجمة البيوت وقتل الرعاة واقتلاع الأشجار، كل أنواع الممارسات والسلوك الإرهابي تمارس هذه العصابات ضد أهلنا في الضفة الغربية. طيب. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من إجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يصعد من إجراءاته داخل أراضي الضفة الغربية. هذه الحكومة لها برنامج خاص ولها رؤية خاصة ولها نظرية خاصة إزاء التعاطي مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي مسألة لم يعد يخفيها أحد، نظرية وما يسموها بنظرية الحسم، والتي لا يتبناها بن كفير وسموتريتش فقط، أنا لا أتحدث هنا فقط عن، وإنما نتنياهو نفسه الذي يختبئ
بعنصريته ودمويته وتطرفه خلف بن كفير وسموتريتش. ما هو المصير؟ ما هو هذا المصير؟ مما تتخوفون؟ ما هو السيناريو الأسوأ للضفة الغربية أستاذ أنور؟ السيناريو الأسوأ هو هجوم شامل على الضفة الغربية، وأنا أعتقد أن حكومة الاحتلال تسعى بكل قوة لإيجاد مبرر لها لاستخدام أو لتطوير وتصعيد وتيرة الهجوم ليصل إلى مستوى الهجوم الشامل كما حدث عام 2002. وأنا أعتقد هنا أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وحركة فتح عمود يعني الخيمة للقوى الوطنية في الضفة الغربية يدركون جيدا ماذا يريد، ماذا تريد هذه الحكومة وإلى ماذا يسعون، وبالتالي هناك درجة عالية من ضبط النفس وهناك درجة عالية من نعم. يعني ببداية حديثك قلت أنه هناك غضب تجاه الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالاعتراض واستخدام الفيتو على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. السلطة الفلسطينية ولا سيما حركة فتح قدمت الكثير من التنازلات وقبلت الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بهذه التنازلات للحصول والوصول إلى هدف الدولة. اليوم هل بداية أسأل عن هذا الهدف، هل يعني يبدو مستحيلا، يبدو بعيد المنال؟ وماذا عن شراكة حركة فتح، ماذا عن شراكة السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي؟ هل بات يطرح أسئلة عن الشريك السلام؟ هل ما زال مطروح هذا الموضوع أم لا؟ يعني أولا دعني أشير أن هناك رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لدى القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن تحديدا، وهي الرؤية التي انتخب على أساسها وكان صريحا وواضحا في هذه الرؤية القائمة على استخدام كافة أشكال النضال التي تناسب مع المرحلة التي نعيشها والظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأنا أعني هنا الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني والمقاومة الشعبية السلمية. هذه الاستراتيجية وهذه السياسة لا حياد عنها، لأنه عمليا أي سلوك آخر من شأنه أن يمنح الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تحديدا الحالية مبررا لتصعيد وتيرة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية. ومن هنا أقول إنه الإدارة الأمريكية وكان الرئيس أبو مازن واضحا عندما تحدث بشكل صريح بأننا لن سنعيد النظر في علاقاتنا الثنائية مع الحكومة الأمريكية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بمعنى أنه السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية ليست عدمية، هناك مرونة عالية ولكن في إطار البقاء ضمن الثوابت الفلسطينية. ودعني أذكر هنا بالموقف الفلسطيني إزاء صفقة القرن والموقف الحاسم والحازم للرئيس الفلسطيني في حينها ضد هذه الصفقة. إذا ما مست السياسات الأمريكية أو الثوابت الفلسطينية فالموقف الفلسطيني نعم. يختلف. نعم هناك أدوات عديدة يمكن التعويل عليها، دعني أقول وبشكل واضح وصريح هناك تحرك عربي قوي هذه المرة وتحرك عربي يمكن الاعتماد عليه، هناك تغير في الموقف الدولي في فهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآلية الحلول والقائمة على قناعة الجميع بأنه لا بد أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة. كل الشكر لك دائما. هذا ما كان واضحا في تصويت مجلس الأمن حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرادة الدولية كاملة في موضوع عضوية فلسطين الكاملة. 12 صوتا كان يعني في حق أو في يعني داعم لهذا الطلب الجزائري، ويعني شهدنا ما آلت إليه هذه الجلسة. كل الشكر لك دائما أستاذ أنور على هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، شكرا جزيلا لك.
لأول مرة يصل وفد طبي من خارج قطاع غزة إلى مستشفى كمال عدوان لإجراء عمليات جراحية عاجلة للمصابين جراء العملية العسكرية. نتابع هنا من داخل قسم العمليات في مستشفى كمال عدوان، حيث يجري الوفد الطبي الذي وصل حديثا إلى المستشفى عمليات جراحية داخل هذا القسم. ونستمع للدكتور أحمد عبد العزيز استشاري العظام، وهو الآن انتهى للتو من إجراء هذه العملية. كلام دكتور. والله الناس اللي تحت الظروف ده هي احنا مش احسن منهم في حاجة، هم محتاجين مساعدة، فالواجب ان احنا نلبي النداء. وقيل لنا ان في احتياج في الشمال، فاتحركنا مع مؤسسة رحمة حول العالم علشان نقدم المساعدة دي بإذن الله، انا وغيري مش انا الواحد، انا كتير، الوضع كان فيه 10. طب كيف شفتوا الوضع الصحي والظروف الصحية في المستشفيات؟ المشكلة ان في أعداد كبيرة من المصابين توالت على المستشفى في الفترة السابقة، استهلكت معظم الإمكانيات اللي لم يكن كلها، ففي احتياج شديد لاستكمال واستعواض النواقص اللي حصلت ديت، لكن برضو الشغل ماشي وماشي بدرجة عالية جدا من الكفاءة الحمد لله بالحاجات اللي موجودة، وإن شاء الله يعني قريبا جدا أنا عارف إنها توصل سبلايز كتيرة تعوض النواقص بإذن الله. لكن طبعا ما زلنا محتاجين، يعني كان الدكتور حسام مدير المستشفى كان محتاجين جدا اخصائي تغذيه اطفال واخصائي اطفال يعني حديثي الولاده، يعني يعمل رعايه كامله لهم، لان الاطفال دول عندهم سوء تغذيه شديد جدا وفي ظروف صحيه سيئه تهدد حياتهم، فبيحتاج حد متخصص في تغذيه الاطفال. شمال قطاع غزة بالتحديد انهارت فيه المنظومة الصحية بعد الدمار الكبير الذي طال مستشفى الشفاء وكذلك تحييد مستشفى الأندونيسي، لكن وجود هذه الوفود بالتأكيد يعزز المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة ويساعد في شفاء وإجراء الكثير من العمليات للمرضى داخل شمال قطاع غزة بانتظار المزيد من الوفود التي تنقذ ما يمكن إنقاذه في شمال قطاع غزة. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر إمكانية مغادرة قادة حركة حماس لقطر بعد 12 عاما من استضافتهم بتنسيق أمريكي. سبب المغادرة بحسب الصحيفة ازدياد الضغوط على حماس ورفضها لتقديم التنازلات في المفاوضات لوقف حرب غزة. قيادة حركة حماس قد تغادر قطر، لكن الوجهة غير معلومة حتى الآن. معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تلقي الضوء على فتور العلاقة بين الدوحة وقادة حماس بعد 12 عاما من استضافتهم بتنسيق أمريكي وبعد 6 أشهر من بدء حرب غزة ودخول قطر كوسيط لوقفها بإشراف أمريكي أيضا. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن القيادة السياسية لحماس تتطلع لمغادرة قطر بعد زيادة حجم الضغوط عليها وتهديدها بالطرد أكثر من مرة. وسيط عربي قال للصحيفة إن احتمال انقلاب المحادثات بالكامل أمر حقيقي للغاية الآن. خلافات كانت خلافات واسعة. الحكومة القطرية ذاتها وعلى لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن كشفت عن إعادة تقييم دورها كوسيط في ظل ما أسمته استغلالاً وإساءة للدور القطري. رأينا أن في هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة وإساءة لتوظيف هذه الوساطة لصالح يعني مصالح سياسية ضيقة، وهذا يعني استدعى دولة قطر أن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور، ونحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة. إعادة قطر تقييم دور الوساطة بين حماس وإسرائيل لا يعني بالضرورة مغادرة قيادة حماس قطر، لكن زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى تركيا تطرح تساؤلات في ظل التسريبات عن سعي حماس للبحث عن بلد إقامة بديل عن قطر، وقد جرى الاتصال ببلدين اثنين حتى الآن. يزيد من هذا الاحتمال تصريحات لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان الذي نقل عنه قوله
قبول قيادة حماس بحل الجناح العسكري للحركة مقابل إقامة دولة فلسطينية بحدود 67. أقامت مدرسة القدس في رفح حفل زفاف لشبان ثلاثة قرروا الزواج انتصارا للحياة في غزة رغم المصير المجهول الذي ينتظرهم، لكنهم أصروا على الاحتفال مهما كانت الحرب تحاول قتل أفراحهم. تطغى الزغاريد حينا في غزة ويأذن لهم الفرح أن يهنأوا قليلا ولو بزفة على درج مدرسة القدس في رفح. هؤلاء العرسان الثلاثة يختارون قفص الزوجية بوجوه باسمة وقلوب تداري على الحزن، توجوا حبهم بزفاف كانت قاعته فناء مدرسة، أما الدعوة فمفتوحة لكل أهالي القطاع. لكن بالرغم من الجراح وبالرغم من المأساة اللي احنا شايفينها برضو حنفرح الفرحة وحنفرح، يعني هم بيرموا من غيظهم فينا لكن احنا ان شاء الله بنجود اولادنا وحيخلفوا وحنضلنا صامدين. هذا ركن عرائس الحرب التي فضلنا ألا يخسرنا مزيدا من السنوات بعيدا عن شريك حياتهن، وإن كان يوم العمر يخلو من مظاهر معروفة. يعني جينا نفرح حتى وإحنا مصابين كمان، جينا نفرح العريس ونفرح معاه، وإن شاء الله كل واحد بده يتجوز يتجوز بالحرب، ربنا يفرح الكل. إحنا بحالنا بنخلق الأمن والأمان لأنفسنا، ولكن حابين إن العالم كله يؤمن على الأمن والأمان والسلام للشعب الفلسطيني وللأطفال الفلسطينية التي تخلق الفرحة من بين وسط الدمار. هكذا يرقصون متناسين آلامهم ومسطرين بسعادتهم شعبا يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا. وفعلا نجحت عدسات الكاميرا بتوثيق مشاهد تتحدى الدمار. كان عرس ابني كان لازم يكون في 12 أكتوبر بعد الحرب بخمسة أيام، لكن ظروف الحرب حالت بيننا وبين الفرح، لكننا احنا شعب نخرج بين الحياة من بين الموت نعيد الحياة حياة. وبهذه الأجواء الكل هنا يشارك المسرات وسرقوا وقتا يعيشون فيه اللحظة ويتغنون بغزة. رسالته انه احنا شعب يستحق الحياة على هذه الأرض. إسراء الصغير الحدث في نشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل. انتخابات رئاسية في 29 من يونيو في موريتانيا بمشاركة الرئيس الغزواني المنتهية ولايته. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟
أهلا بكم من جديد. تكشف اليوم الهدف الحقيقي للهجوم الإسرائيلي على إيران، فالضربة الإسرائيلية كانت تهدف لإيصال رسالة لإيران، وذلك مفادها بأن إسرائيل يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الإيرانية ويمكنها شلها دون أن يتم اكتشافها، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. كما أن السلاح الذي استهدفت به إسرائيل الدفاعات الجوية لموقع نتنز النووي الإيراني كان يحمل تكنولوجيا مكنته من الإفلات من الرادارات الإيرانية، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخ المستخدم في الهجوم على إيران هو صاروخ رامبيج، وسرعته تفوق الصوت ويحمل رأسا حربيا يزن 150 كيلوغراما يصل مداه إلى 145 كيلومترا. وقال مسؤولان إيرانيان إن الهجوم الإسرائيلي أصاب نظام S-300 للدفاع الجوي في قاعدة عسكرية في أصفهان، وبحسب الرواية فإن الجيش الإيراني لم يكتشف أي شيء دخل المجال الجوي الإيراني يوم الجمعة، بما في ذلك أي طائرات مسيرة أو صواريخ أو طائرات حربية. فالهجوم وفق نيويورك تايمز جرى تصميمه لجعل إيران تفكر مرتين قبل شن هجوم مباشر على إسرائيل مستقبلا. هذا فيما قلل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أهمية الهجوم الذي نصب إلى إسرائيل مقارنا إياه بلعبة أطفال، مؤكدا أنه لن يكون هناك رد إيراني انتقامي ما لم يتم استهداف المصالح الإيرانية. لا توجد أدلة تثبت أن هذا الهجوم كان من عمل إسرائيل. ما حدث لم يكن ضربة، فلم تكن طائرات بدون طيار، ولكنها أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفال. في الجزائر اتفقت مجموعة من الأحزاب السياسية على ترشيح رئيس حزب التحالف الجمهوري بالقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل. وقال التكتل الجديد الذي يضم 7 أحزاب قال إنه يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية. كذلك يسعى تكتل أحزاب للاستقرار والإصلاح كما يسمي نفسه إلى ترقية الحوار الوطني وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل. وقال مرشح التكتل بالقاسم ساحلي إن التكتل الجديد سيبقى مفتوحا على كافة التشكيلات السياسية سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه، معتبرا أن ترشحه للانتخابات جاء في إطار رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي وتحقيق إصلاح سياسي وبناء اقتصاد قوي متنوع. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن الصحفي أحمد خير الدين. تحية طيبة أستاذ أحمد، بداية هل تسمعني بشكل واضح؟ مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذن يبدو أنه بالفعل الانتخابات الرئاسية ستجد طريقها لعقدها في التاريخ المعلن. نسأل عن أبرز المرشحين والتكتلات التي تدعم هؤلاء. نعم، بطبيعة الفعل الساحة السياسية في الجزائر تشهد حركية كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديم الانتخابات الرئاسية إلى تاريخ 7 سبتمبر القادم وإسلاء الهيئة الناخبة في 8 جوان حزيران القادم. التكتل عدد من الأحزاب السياسية في الجزائر متمثلة في 7 أحزاب أعلنت عن تقديم مرشح لها، مرشح توافقي هو رئيس حزب التحالف الجمهوري بالقاسم الساحلي الذي سبق له أن ترشح في الانتخابات الرئاسية في ما قبل الحراك الشعبي أي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. الساحة السياسية في الجزائر اليوم عرفت العديد من المحطات في مختلف الأحزاب السياسية،
وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية في المزمع إجراؤها كما قلت في 7 سبتمبر القادم. حزب جبهة التحرير الوطني صاحب أكبر تمثيل في البرلمان الجزائري لم يعلن بعد عن مرشحه في الانتخابات الرئاسية، ولكنه أكد أنه سيخوض هذه الانتخابات الرئاسية بكل قوة ومستعد لإنجاحها. نفس الشيء فيما يتعلق بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة في البرلمان الجزائري، والذي أيضا أكد أنه سوف يخوض هذه الانتخابات الرئاسية وسوف يجند كل مناضليه من أجل إنجاحها. حركة مجتمع السلم، التيار الإسلامي في الجزائر، لم تعلن بعد عن مرشح لهذه الانتخابات، وهي تقوم في هذه الأيام بعقد جلسات استشارية، وذلك من أجل الفصل في موقفها من الانتخابات الرئاسية أو الإعلان عن مرشحها. زعيمة حزب العمال الجزائري لويزا حنون أعلنت اليوم على هامش الاجتماع أن حزب العمال سيقدم مرشحه للانتخابات الرئاسية، ولكن الفصل سيكون يومي 10 و11 من ماي المقبل، وذلك قبل انعقاد اللجنة المركزية للحزب. طيب سيد أحمد، يعني أمام كل ما ذكرته من أسماء للمرشحين، من هم الأوفر حظا؟ ما قدرتهم أيضا للمرشحين الجدد تحديدا على المنافسة أمام الرئيس تبون، خاصة بما يحظى من دعم شعبي ولما أيضا حصده من إنجازات تذكر في الداخل الجزائري في الفترة الأخيرة؟ نعم، رئيس عبد المجيد تبون لم يعلن بعد عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قال في آخر لقاء جمعه بوسائل الإعلام الوطنية بأن موعد الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية سابق لأوانه. لكن ما يقرأ في الساحة السياسية في الجزائر يرى أن العديد من الأحزاب السياسية ذات البعد القوي تسعى من أجل أن تقف مع الرئيس عبد المجيد تبون، لكن لكل مرشح سياسي حظه في هذه الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها مفتوحة على كل الاحتمالات وأمام الجميع. لذا يسعى كل مترشح من أجل أن يفرض نفسه ويكسب أكبر عدد من الدعم والحش، خاصة فيما يتعلق بالمناضلين. لكن ترشح رئيس عبد المجيد تبون سيجعل القراءات تختلف عن ما هي عليه الآن في حال ما إذا أعلن ترشحه لهذه الانتخابات الرئاسية. سيد أحمد، ماذا عن الناخب الجزائري؟ ما هي الاهتمامات؟ ما هي الأولويات للناخب الجزائري؟ ومن كل هؤلاء المرشحين، من ضمنهم الرئيس تبون في حال ترشحه بطبيعة الحال، يمكن يعني أي يسمع هؤلاء ما يريدون أن يتم تنفيذه؟ نعم، رئيس عبد المجيد تبون كان قد خاض الانتخابات الرئاسية في سنة 2019 ببرنامج حامل 54 التزاما. هذه الالتزامات تجسد عدد كبير منها. ينتظر منها الناخب الجزائري أن يتطرق المترشحون في هذه الانتخابات الرئاسية إلى الشق الاقتصادي وهو الاجتماعي، وهو أهم شق في حياة الناخب الجزائري. لكن ما ستحمله برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية ستجعل منها يعني ستصوب إليها أعين الناخب الجزائري، الذي يتطلع إلى أن تكون هذه البرامج ثرية فيما يتعلق بتحسين المعيشة وأيضا الرفع من القدرة الشرائية وأيضا ارتفاع معدل النمو وتحسين الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية العديدة التي يعرفها العالم. كل الشكر لك دائما على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كان معي ضيفي من الجزائر الصحفي أحمد خير الدين، شكرا جزيلا لك. اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزا حنون أطرافا خارجية لم تسمها بمحاولة إثارة الفتنة بين الشعبين الجزائري والمغربي، وقالت حنون إن حزبها لن يسمح لما وصفتها بالمؤامرات الخارجية بتأجيج الوضع أكثر بين الجزائر والرباط، ليكون تصريح رئيسة حزب العمال أول خطاب تهدئة يصدر عن مسؤول سياسي جزائري. في تونس تبدأ المؤسسات التابعة لشركات توزيع المحروقات إضرابا شاملا، وذلك في مقار العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين. وسائل إعلام محلية نقلت عن الكاتب العام لنقابة النفط والمواد الكيميائية قوله
إن هذا الإضراب يأتي إثر فشل المفاوضات مع شركات توزيع المواد النفطية والمتعلقة بتفعيل اتفاقات سابقة حول مراجعة ملفات التقاعد ومطالب المادية. المتحدث ذكر أن جولة مفاوضات جديدة بين النقابة والشركات المعنية سيتم عقدها نهار الاثنين المقبل، وسيتقرر على إثرها تعليق الإضراب أو المضي قدما، وذلك في تنفيذه من قبل الجهات التي أعلنت عنه دائما على حد تعبيره. لمزيد من المعلومات بشأن إمكانية اللجوء إلى الإضراب تنضم إلينا الآن من تونس الصحفية نسرين حمداوي. نسرين، تحية طيبة، أهلا بك في هذه التغطية للملف التونسي تحديدا وفيما يتعلق بالدعوة للإضراب. مرة جديدة نقف وإياك على هذه الدعوات، تفاصيل عن الجهات التي قدمت هذه الدعوة ونسبة الالتزام إن كان يعني سيتم اللجوء إلى هذا الإضراب. نعم، بالفعل هذا الإضراب كان مقرر منذ نهاية العام الماضي، لكن تم تأجيله على الأقل لثلاث مرات بعد جلسات تفاوضية جمعت بين الطرف النقابي المنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا منظمة الأعراف، وكانت تحت رعاية من الحكومة التونسية تحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن الجلسة الأخيرة باءت بالفشل مما جعل بالطرف النقابي يعلن عن موعد جديد لهذا الإضراب الذي سيكون بتاريخ 24 و25 من هذا الشهر الجاري. لكن قبل ذلك من المنتظر أن تعقد جلسة تفاوضية أخيرة قبل موعد الإضراب التي ستكون من المنتظر يوم 22 من هذا الشهر، أي يوم الاثنين القادم. خلال هذه الجلسة يمكن أن تتواصل الأطراف النقابية مع منظمة الأعراف والطرف الحكومي إلى اتفاق يفضي إلى التزام الجهات المعنية بالاتفاقات الممضية سابقا والتي تعود بالتحديد إلى العام 2011، وبالتالي يتم إلغاء هذا الإضراب، وإما أن تفشل هذه الجلسة وتذهب الأطراف النقابية في تنفيذ هذه الإضراب. نشير إلى أن يعني جامعة النفط في تونس كانت نفذت في السابق خاصة خلال الفترات القريبة الماضية عدة إضرابات تتعلق بنقل المحروقات والتي تسببت في أزمة في لدى الشارع التونسي. كنا لاحظنا طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود، تسببت أيضا في اضطرابات على مستوى نقل المواد الغذائية والنقل العام بصفة عامة. هذا الإضراب يمكن أن يشل الحركة في تونس، وبالتالي نعتقد أن الحكومة ستسعى جاهدة إلى إلغاء هذا الإضراب المزمع تنفيذه الأسبوع القادم. نشير أيضا إلى هنا لأن هنالك عدة برقيات إضراب صادرة عن عدة جهات في تونس خلال الفترات الماضية، خاصة بعد يعني إيداع عدة نقابيين السجن، وبعد أيضا عدم التزام الحكومة الحالية والحكومة السابقة بتعهدات كانت قدمتها حكومات سابقة انطلاقا من حكومات الترويكا في 2011 وغيرها من الأطراف الحكومية، والتي عجزت الحكومات الحالية على تنفيذها بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس. نعم تماما. فيما يتعلق بالجزئية الأخيرة، قدرة الحكومة نسرين على الاستجابة لهذه المطالب أم أنه هي تفوق قدرة الحكومة وبالتالي الوصول إلى حائط مسدود؟ نعم، في الحقيقة هذه المطالب تتعلق أساسا بمنحة التقاعد ومنحة الإنتاج والإنتاجية، هي في الحقيقة مطالب مهنية ومادية بالأساس، لكن ما مدى قدرة الحكومة والأطراف ومنظمة الأعراف على الإيفاء بهذه الوعود؟ هذه النقطة المفصلية التي عطلت في الحقيقة الوصول إلى عدة اتفاقات سابقة في عدة قطاعات أخرى. الحكومة تقول أن الوضع الاقتصادي لا يسمح يعني بتوفير كل هذه المطالب الاجتماعية للعمال في تونس، في المقابل العمال يقولون أن الوضعية الاجتماعية في تونس أصبحت سيئة للغاية باعتبار غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم والبطالة وغيرها، جعلت عديد القطاعات تطالب بزيادات في الأجور ومنح إنتاج وغيرها من المطالب المادية. هنا تكمن المفارقة بين ما تطالب به النقابات في تونس وبين قدرة الحكومة على الإيفاء بهذه التعهدات. لكن هناك نقطة مفصلية في المفاوضات دائما ما يتم طرحها، وهي يعني رغبة الحكومة في تنفيذ تعهدات كانت قدمتها حكومات سابقة. الحكومة الحالية تقول أنها لا يمكن أن تذهب بعيدا فيما كانت قدمته حكومات سابقة من وعود زائفة كانت قدمتها ربما في فترات انتخابية أو ربما لأسباب أخرى، الحكومة الحالية لن تكون قادرة على الإيفاء بها. نعم نسني، فيما يتعلق أيضا بالمخاوف من انجرار قطاعات أخرى، حجم المطالب، دور الاتحاد أيضا التونسي للشغل في الإضرابات الأخيرة، بأقل من دقيقة نسرين لو سمحتي.
نعم، في الحقيقة الاتحاد العام التونسي للشغل علاقته بالحكومة وبالسلطة بصفة عامة تحديدا الرئيس قيس سعيد كانت خلال الأشهر ربما والسنتين الماضيتين علاقة شد وجذب عامدة خلالها الاتحاد إلى يعني تصعيد الخطاب في فترات والتهدئة في فترات أخرى، لكن كانت دائما المطالب الاجتماعية حاضرة وبقوة في المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة كما قلت منذ قليل بسبب يعني إيقاف عديد النقابين البارزين خلال الفترات السابقة في ملفات تتعلق بفساد مالي وغيره. نعم، كل الشكر لك نسرين على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كانت معنا من تونس الصحفية نسرين حمداوي. رفضت تونسية مذيعة تونسية مواصلة حوارها المباشر مع البلوجر الشهيرة والمثيرة للجدل مريم الدبع، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما بأحد برامج راديو الديوان FM المحلي. وخلال الحوار بينهما اعترضت البلوجر مريم على نوعية الأسئلة المطروحة، ما أثار غضب المذيعة التي ردت عليها بالقول: لست أنت من يعلمني ماذا أسأل. نتابع. أنت شوف سألتك، كان سؤال قلت لك أنت أول مرة تقتحم مجال الإعلام أنت وياسين بن قمر عملت إرادة. يجي نقول لك أنت سؤالك شو معناه، معناه أنت قاعدة تبهل علي في الراديو ولا تبهل فيا ولا كيفاش نقولوها، أنت توا جيت تنشدني سؤال اسكو أنت ودرا شكون ودرا شكون، تا كيستيون معناتها إلي ديريكت، أنا جو تو ريبون تا كيستيون ديريكت، أنت تحب تعدي سؤالك. لحظة 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 لحظة، ما تقصش عليا، أنت فهمتها صح. شوف واش معناتها، أنت قبيلة قلت لي شوف واش معناتها، أنت قاعدة تعنفي، دونك خليني أنا نكمل نتكلم. تولي أنت بعد تجاوز الحدود نتاعك وتقول لي تتبهلل، ما تتقالش أولا في الراديو. ما يهمنيش، انا ما نخدمش في الراديو. جيت في الميسيون تاعك راه قصوها لك في المونتاج عايش اختي، ما تخلينيش ندم اللي انا عيطت لك. انت تي مي بوز دي كيسيون، ماكش انت باش تعلمني شنو نسال، انا هوني نعلمك الاعلام ونعلمك كيفاش. ماني جاي نقرا انا في الاعلام، انا جيتك اللي كنتي بوغ تو فيغ ان بلوس. اسمعني، انا ما حاجيش بيك، انت حاجتك بيا، من حقي اني نسالك. انت اول مره تقتحم مجال الاعلام، كيفاش باش تلقى روحك؟ هاي نخرجوا فاصل. هاي بدعمة من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ويزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دامردان الرباط يومي الأحد والاثنين المقبلين. وزارة الداخلية الفرنسية أوضحت في بيان لها أن زيارة الوزير الفرنسي للمغرب تهدف لتعزيز التعاون وذلك بين البلدين في المجال الأمني لمواجهة التحديات المشتركة في ظل حالة عدم الاستقرار الدولي. أعلنت الرئاسة الموريتانية استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية في 29 من يونيو المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة في 13 من يوليو، ويتوقع أن يكون الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يحكم منذ 2019 المرشح الأوفر حظا في الانتخابات. هذا وأعلن حزب جبهة التغيير أيضا ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات، كما أعلن 7 معارضين حتى الآن أنهم سيشاركون في هذه الانتخابات. على صعيد آخر، أجرى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي بشير دومويفا وذلك في نواكشوط محادثات تناولت التعاون الثنائي والملفات الإقليمية، وهذه أول زيارة خارجية للرئيس السنغالي الجديد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية نهاية مارس الماضي. وصفها المكتب الإعلامي الحكومي السنغالي بأنها تعكس رغبة الرئيس فاي وذلك في ضمان تعزيز العلاقات التاريخية بين السنغال وجيرانه. نتابع. الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي في نواكشوط في أول زيارة خارجية له منذ تقلده السلطة في السنغال في 2 إبريل الجاري. فلماذا موريتانيا؟ تقول مصادر صحفية إن زيارة فاي تهدف إلى تبديد المخاوف التي ولدتها تصريحات غير ودية تجاه موريتانيا منسوبة لحليفه ورئيس حكومته عثمان سونكو خلال الانتخابات السابقة. لكن الواقع أن علاقات متشعبة ومصالح مشتركة تربط البلدين الجارين. كلا البلدين يؤوي جالية بالآلاف من مواطني البلد الآخر، وخلال السنوات الأخيرة شهد التبادل التجاري بينهما
زيادة مطردة، علاوة على العلاقات الثنائية كاتفاقية الصيد التي تسمح للزوارق السنغالية باصطياد 50,000 طن سنوياً من الأسماك في المياه الإقليمية الموريتانية، واتفاقية التعاون في مجال التنمية الحيوانية التي تتيح لمنمي المواشي الموريتانيين الانتجاع في الضفة السنغالية من النهر خلال مواسم الجفاف. وقبل أشهر انضم البلدان إلى متدى الدول المنتجة للغاز مع بدء الإنتاج في حقل أحمي الكبير السلحفات المشترك بين البلدين الجارين، واللذان يعولان عليه في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وترتفع الأصوات خصوصا في السنغال مطالبة بمراجعة اتفاقيات الإنتاج مع الشركات المستغلة لهذا الحقل. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه. في ختامها نشكر لكم كرم المتابعة، ونذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بقناة الحدث والتفاعل معها بالإضافة إلى تصفح الحدث .net. إلى اللقاء.